بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وإني سميتها مريم وإني
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال
قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم.